لك بعض لحظات كابتن بلال، ويا ريت تسمع معانا كمان المحتوى اللي هيشارك بيه زميلنا كريم احمد مراسل قناه الاهلي من الجزائر، ويطلعنا على اخر المستجدات وكل اخبار الفريق هناك في ليله المباراه. مساء الخير يا كريم، اتفضل. كل الشكر ليك يا استاذ محمد الجندي، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، من ملعب 8 مايو ملعب استاد المباراه النادي الاهلي وفاق سطيف الجزائري في الساعه 8 مساء بتوقيت الجزائر، 9 مساء بتوقيت القاهره. الامور ماشيه بشكل طيب ومميز بالنسبه للنادي الاهلي زي ما اتكلمنا طبعا في الرسائل الماضيه، ترتيبات كانت رائعه جدا هنا طبعا من الجانب الجزائري، واكيد زي ما قلنا بنشيد بالامن الجزائري على التامين الكبير والمكثف لفريق النادي الاهلي. ايضا كمان يمكن اشدنا بيه مع الوزير العام الفاروق نائب رئيس بعثه النادي الاهلي، نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه، على كل الترتيبات الخاصه بالتنسيق مع كل السفاره جانب السفاره. كل الامور طبعا زي ما اكدنا وقلنا قبل كده زميلي محمد، الامور طبعا بالنسبه للمستطيل الاخضر النادي الاهلي مستر باتريس كارتيرون في دراسه جيده وفي قراءه مباريات عديده جدا لفريق النادي الاهلي. يبقى ان شاء الله كل الامور المحيطه بالفريق من الترتيبات فندق الاقامه، كل الامور الحمد لله ماشيه بشكل مميز جدا. اروح معاك النهارده لليوم كان ماشي ازاي من البدايه. النهارده كان صباحا المؤتمر الصحفي الخاص بفريق النادي الاهلي، يمكن طبعا الناس بتسال ممكن تقول المؤتمر ازاي يكون في الساعه 11، وهو متعارف عليه ان هو بيكون قبل انطلاق المران بنصف ساعه، لكن يمكن زي ما عرفنا وقلنا تم تغيير المؤتمر الصحفي ميعاده بدل الاجتماع الفني. الاجتماع الفني يكون في الساعه 8 مساء بتوقيت الجزائر، وايضا كمان المؤتمر الصحفي كان في الساعه 11 بحضور مستر باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق النادي الاهلي وكابتن حسام عاشور كابتن فريق النادي الاهلي. تساؤلات كانت عديده جدا طبعا من الصحفيين ونقاد الرياضيين الجزائريين عن ارضيه الملعب والنجيل الصناعي وحضور الجمهور والترتيبات والاعداد. اكيد طبعا النادي الاهلي يمكن لعب في ظروف اكتر من كده، جو البروده هنا يمكن عالي جدا زميلي محمد، عايز اقول لك درجه الحراره يمكن البروده عاليه جدا، غدا كمان متوقع ان يكون في سقوط للامطار ودرجه الحراره ايضا كمان هتكون مستمره، درجه الحراره يمكن من 8 ل 9 ده اللي يمكن عارفينه هنا او بنشوفه او بنقراه كمان على المواقع هنا في الجزائر، لكن بنتمنى ان شاء الله الجو ده ينعكس يعني على لعيبتنا، يكون في جري كتير بلغه الكوره زي ما بنقول. الجو البارد ده يمكن بيدي تحفيز وتحميس كبير جدا للعيبه النادي الاهلي. ايضا كمان بطمنك على كل اللاعبين، مفيش الحمد لله اي اصابات بالنسبه لمران امس، وايضا كان بدا بالفعل مران ومحدود لنا طبعا كعاده الاتحاد الافريقي 10 دقائق فقط لتدريب فريق النادي الاهلي لكل وسائل الاعلام المتواجده هنا لتغطيه 15 دقيقه او 10 دقائق للتدريب الخاص لمران في احد فنادق الاقامه القريبه من ملعب 8 مايو. يكون الاجتماع الفني المعتاد، الترتيبات عن زي اللي ارتديه النادي الاهلي زي اللي ارتديه فريق وفاق سطيف الجزائري، الوصول التحرك من ملعب من فندق الاقامه بالنسبه للنادي الاهلي. ان شاء الله تكون الامور كلها ماشيه بشكل طيب. ايضا كمان اكيد هيكون النهارده في تكتيك، في بعض التعليمات بدات كالعاده تدريبه النادي الاهلي بمحاضره يمكن استغرقت دقائق بسيطه وقراءه الفاتحه كعاده فريق النادي الاهلي قبل انطلاق هذه المباراه. بنتمنى ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، عندنا ثقه كبيره في الجهاز الفني في لعبتنا ان شاء الله ان هو يكون على قدر المسؤوليه كعاده فريق النادي الاهلي. البطوله التاسعه بتقترب بشكل كبير جدا من النادي الاهلي، حلم كبير لكل جمهور النادي الاهلي، واكيد ان شاء الله يكون حلم لينا ونصعد هنا من الجزائر باذن الله للمباراه النهائيه. مستمرين معاك يا زميلي محمد وانا خاص لحظه بلحظه طبعا هنا من الجزائر وكواليس بعثه فريق النادي الاهلي قبل مباراه الاهلي وفاق سطيف، وفي هذه اللحظات كمان تدريب النادي الاهلي هيكون معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. عوده ليك زميلي محمد الجندي.